اليومية نبدأها من جريدة الأهرام. تجدد الاشتباكات في أسوان. رغم الإجراءات الأمنية المشددة وتدخل رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية لاحتواء الفتنة، تجددت الاشتباكات أمس بين قبيلتي بني هلال والدابودية النوبية بأسوان، مما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 10 آخرين، ليرتفع عدد ضحايا هذه الأحداث الدامية إلى 28 قتيلا. بينما قررت جامعة أسوان تعليق الدراسة لمدة يومين في الكليات الموجودة بمنطقة صحارى لقربها من موقع الاشتباكات، في حين طالب خبراء بسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة بالصعيد التي تؤدي إلى مثل هذا النوع من الأحداث.